شباب في الطليعة، برنامج يسلط الضوء على شريحة الشباب، نتحدث إليهم، نتعرف على مهاماتهم الاجتماعية والتربوية والسياسية، نغوص في بحر أفكارهم. شباب في الطليعة الجزء الثاني. من أبرز مشاريع جمعية يافا خلال شهر رمضان المبارك، احنا طبعا من تجهيزات قبل شهر رمضان المبارك الطرود الغذائية. فجمعية يافا كل سنة بتحضر مئات الطرود حتى يصل لنا توزيعها على العائلات المسطورة في مدينة يافا. طبعا لا ننسى الأطفال في شهر رمضان المبارك، فنقوم بتوزيع الحلوى في المسيرة مع سرية كشاف النادي الإسلامي. فطبعا الأطفال اللي نعلمهم معنى رمضان المبارك. طبعا كفالة اليتيم في هذا الشهر المبارك، طبعا جمعية يافا للإغاثة الإنسانية، احنا نتحدث فقط اليومين هذولا عندنا ما يقارب الخمس أيتام جدد. فاحنا بالشهر رمضان المبارك لا ننسى الأيتام في هذا الشهر الفضيل، طبعا من كسوة عيد، من إفطار صائم، من مشاريع جمعية في الشهر رمضان المبارك. تحدثنا عن الأولاد الحصالة الرمضانية، حتى نعلم أولادنا معنى الزكاة، معنى أنه يفكر بأخوه المسلم. طبعا فإن شاء الله سيتم توزيع الحصالات الرمضانية في المساجد وفي محطة حجك حيل. أنا طبعا كل سنة بتكون لنا محطة واحدة في دوار حجك حيل، إن شاء الله الشباب المندوبين إن شاء الله بكونوا متواجدين غاد. فإن شاء الله تاني يوم العيد، تاني يوم شهر رمضان المبارك، راح نوزع الحصالات في المساجد، واللي ما كان في المسجد إن شاء الله راح تكون الحصالات متواجدة في محطة دوار حجك حيل إن شاء الله في شارع يافت. وطبعا الإفطار الصائم، احنا كما تعودنا كل سنة في 20 رمضان تقوم جمعية في تحضير إفطار صائم في ساحة مسجد الجبلية إن شاء الله. وإن شاء الله بمشيئة الله تعالى لن ننسى أمهاتنا، لن ننسى أمهاتنا هذه السنة. فإن شاء الله راح يكون كمان إفطار صائم للنادي الذهبي، طبعا لنادي الجيل الذهبي راح إن شاء الله يكون إفطار صائم لأمهاتنا إن شاء الله تعالى. وأهم موضوع إخوان في شهر رمضان المبارك، لا ننسى الضعفاء، لا ننسى العائلات المسطورة في مدينة يافا. إحنا الحمد لله رب العالمين، إحنا في جمعية يافا بنحاول قدر المستطاع نوصل لجميع الفئات، نوصل للعائلات اللي في داخل مدينة يافا اللي بتستحي تتوجه. قمنا بتنزيل تطبيق، كان الأول الموضوع صعب، تجاوزنا كل العواقب الحمد لله رب العالمين، ندرس الموضوع الحمد لله في تقدم، ولابد انه نشتغل منظم. فعشان هيك احنا طبعا خلال كل فترة رمضان راح يكون الاتصال فقط عبر التطبيق، واي انسان بده مساعدة احنا ان شاء الله على استعداد. ما نقدر نرد على تلفونات من كثرة الاتصالات، بس ولكن بطلب من الجميع اي انسان بده مساعدة لو رسالة، وان شاء الله نرجع للرسالة. وبقي يا اخوان موضوع الزكاة، جمعية يافا بتشتغل كل السنة، وما في داعي أقول مين جمعية يافا، طبعا انتم بتشاهدوا بتشوفوا. فرجاء اخوان نطلب من الجميع، جمعية يافا للإغاثة الإنسانية هي عنوان العائلات المسطورة في المدينة. جمعية يافا للإغاثة الإنسانية عنوانكم لإخراج زكاة أموالكم. فإخوان نطلب من الجميع إن شاء الله، الأمور كتير سهلة، إحنا على استعداد كمان نيجي عندكم على البيوت، أو تحويلة بنكية أو كرت الائتمان، في كتير وسائل وكتير سهلة. فنطلب إخوان من الجميع نتعاون حتى ما ينقص ولا إشي على أي بيت مسطور في مدينة يافا خلال شهر رمضان مبارك. إحنا نتحدث على طرود بس، ولكن قبل التصوير أجالي هاتف امرأة مطلقة وما في حليب وما في سيملاك وما في الأمور الأساسية للأطفال. إحنا الأمور هاي ما بنستنى، ما بنصور، مباشرة بنساعد. فإخوان جمعية يافا معروفة، كلكم تعرفوا الشباب الموجودين فيها. فإن شاء الله إخوان جمعية يافا هي عنوانكم الأول لإخراج زكاة أموالكم وصدقاتكم. بارك الله لكم.
رؤيتي طبعا بالنسبة لمشاريع جمعية يافا، الرؤية الأولى الاكتفاء الذاتي. أطمح أنه عدد من العائلات المتسجلة في مدينة يافا توصل لمرحلة أن تطلع من دائرة العائلات المسطورة. يعني احنا أنا أطمح أنه يجي يوم أشوف العائلة اللي كنا نساعدها في جمعية يافا، يجي اليوم أن نلاقي الشباب هم بدعموا وبساعدوا جمعية يافا. وطبعا ما بقول أنه ما فيه، الحمد لله فيه. جمعية يافا خلال السنوات بتساعد العائلات المسطورة، وفي شباب الله سبحانه وتعالى فتح عليهم وما شاء الله، واليوم هم كل شهر بتبرعوا لجمعية يافا. ليه؟ ما بتذكروا انه لما كانوا بضيق فالجمعية كانت تساعدهم. فالحمد لله رب العالمين، هذا اللي نتمناه، وهي رؤيتنا لقدام، انه نشوف العائلات اللي كنا نساعدها توقف على رجليها وتعد مع حالها وهي اليوم تساعد. وبلخص، احنا ما بدنا نعطي السمك دائما للعائلات المسطورة، بدنا نعطي الصنارة ان هم يصيدوا السمك وهيك يطلعوا من دائرة الفقر بمشيئة الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى يسر الأمور للجميع. طبعا نطمح نحن في جمعية يافا انه يكون تعاون بينه وبين رجال اعمال. في فئة اللي بتساعدنا، وفي فئة اللي هي شريكة معنا في جميع المشاريع، بس ولكن في لسه فئة كبيرة اللي ما وصلت لنا او ما احنا ما وصلنا لهم. احنا دائما بنقول احنا ايدنا ممدودة للجميع، كل ما في مصلحة البلد مكتب جمعية مفتوح للجميع. فأطمح انه عن جد يكون تعاون رجال الأعمال داخل مدينة يافا وخارج مدينة يافا مع الجمعية. احنا يا اخوان احنا بدي اعطي مثال صغير على مشروع ترميم البيوت، مشروع جبار، وهدفنا يا اخوان صمود احنا. اللي بيجي بشوف وضعنا في يافا، يعني ما بطلع كمان 4-5 سنين ونحن موجودين. وين اهل يافا موجودين كمان 4-5 سنين؟ اذا احنا ما بدنا نتكتف ونوقف مع بعض ونساعد بعض نرمم. انا لسه ما وصلت انه نبلش نشتري اراضي ونبني، لا، انا بحكي الان نحافظ على الموجود. يا ريت كل شاب حابب يتطوع. يا عم احنا ما بنطلب يوميا، هل ما فيها مرة بالشهر، هل ما فيها ظرف طارئ صار، بيت انحرق، اشي بدنا شباب، ففي الحمد لله. بس اي انسان، اي شاب بيشوف الفيديو هذا وحابب يبعث رسالة ان شاء الله وانا بتواصل معاه حتى نضيفه لمجموعة المتطوعين لجمعية يافا للغاثة الانسانية. وبارك الله لكم. صراحة هناك تعاون ولكن ضعيف جدا جدا بين المؤسسات. اطمح انه عن جد يكون تعاون كبير بين المؤسسات اليافية حتى نوصل لجميع أهدافنا. العائلات المستفيدة من مشاريع الجمعية، بحكي بالأولويات، الأيتام طبعا، المطلقات، وعدد كل مرة بس بيزيد. بتوجهون العائلات اللي وبتصير انسان انه خلاص ما في نافذه، ما في وين يتوجه، ما في وين يروح، يعني بكون امرأة ظرف طارئ، فالعائلات هاي بتتوجهنا. كيف يا اخوان نتوجه للجمعيه؟ بيرفع تلفون ما حدا برد. يا اخوان اليوم كله تغير، احنا في تطبيق، بننزل التطبيق كيف ما بننزل الالعاب وبنعبي الاستمارات. اكيد اي انسان بده مساعدة جمعية، هاي دستور الجمعية، بدنا نعرف مين الانسان، هل هو من يافا، هل ايش مدخوله، ايش عنده حساب البنك، ايش عنده بتسمى ريكوزيت روت، كل البرامج اللي عنده. احنا ما بنقدر نساعد انسان اللي بكون معاه، احنا بدنا نوصل للعائلات اللي عن جد مسطورة، نوصل للعائلات اللي عن جد بحاجة لمساعدة. احنا بنحاول قدر المستطاع نوصل لوضعهم، كتير صعب ولكن بيخجل بيستحوا. عشان هيك نزلنا التطبيق، فيش داعي لا نجي على المكتب لا نرفع تلفون، كله عن طريق البرمجة، بتسجلوا بدكم اياه وبرجع لكم الجواب. يعني بعطي مثال صغير، ان شاء الله قبل رمضان بأكم من يوم من نوزع الطرود، كل العائلات اللي لازم يوصلها يوم الاحد الطرود بوصلهم رسائل، السلام عليكم حجة، اليوم من الساعة من صلاة المغرب لعند الساعة 9 بوصلك طرد. خلاص هي بتعرف بالتلفون، توصلها رسالة والله من الساعة كذا للساعة كذا اليوم بوصلني طرد.
يا اخوان ما في احلى من الشغل المنظم، ودين دين الاسلام بفرض علينا نكون منظمين. صراحة من اهم المشاريع اللي انا بفتخر لاكون خادم بهذه الجمعية ترميم البيوت، كتير بفتخر بهذا المشروع. مشروع الايتام، لما بشوف البسمة على اليتيم كتير انا عن نفسي بنبسط، ولما بتجي لك حجة اللي ما بكون عندها دواء ولما تلبي لها حاجتها ويوصلها الدواء تقعد تدعي لك الله يخليك ويحفظك ولادك، وهذا اخوان هذا بسوى كل شيء. صراحة اخر الدراسات في جمعية الشباب ندرس، حتى لو انه ما قدرنا ننجزها العام هذا ممكن العام المقبل. مثال لتقية تكية انه نحضر طعام جاهز ويجوا العائلات، كيف ما بكون في اي بلدان اللي بيسووا تقية انه يجي، ما كل نسوانا للاسف اليوم اغلبية كلهم بالشغل بيجوا على البيت دم يأكلوا الاولاد، يا كيف قلوها ازمن يا ازمنوت، يا انا همبرجر يا انا يا نكنكيوت يا توست يا بيتزا، واحدة من الامور هذه. فكنا حابين هيك نحاول ندرس المشروع انه لو كل عائلة مستورة تيجي يكون مثلا رز طبخة اشي معينة كل يوم طبخة تانية يجي ياخذوا، حتى لو مش بحاجة يجي تيجي بعد الشغل تاخذ طبخة بمبلغ هيك بسيط. بنفكر احنا نفكر كمان بالنسبة ل كمان مشروع بالنسبة للشباب، الشباب ما بدهم يوصلوا لشغل لعمل جديد، كيف نحاول احنا نربط بين الشركات لبين الشباب. في مشاريع ان شاء الله على قيد الدراسة وان شاء الله خير ان شاء الله خير. وصراحة بدي اجاوبك على هذا السؤال، لازم افتح التلفون ليش كل يوم في عندنا طلبات جديدة للتسجيل للجمعية. احنا كنا نتحدث على 500، كنا بنحكي على 550، بس ولكن هذا ما بقول ال 550 كلهم بحق لهم. طبعا احنا قبل ما نشوف الاوراق نشوف وفي اولويات. صراحه انا اذا بقول 550 واوصل اولويات 300 كمان ممتاز، بس ولكن برجع بقول الارامل، المطلقات، الكبار بالسن، الحجات. فطبعا في ما بقدر انا اساعد شاب هو مرته بيشتغلوا بس ما قدروا يخلصوا الشهر، لبين امرأة مطلقة مع 4 اولاد وفيش كيف تدفع حق الاجار. فطبعا في هناك اولويات، ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يجي يوم جمعية يافا تقدر تساعد الجميع. هذا امتى بيصير؟ لما كلياتنا بنكون يدية واحدة على قلب رجل واحد. طبعا لجمعية يافا هنالك رئيس جمعية اخونا اشرف خمل، ومدير الجمعية اخوكم اسماعيل دلا، وطبعا في 6 اعضاء جمعية، في سكرتيرة في الجمعية، في دستور جمعية يافا، جمعية مسجلة قانونيا وحاصلة طبعا على نهول تكين. ان شاء الله احنا ايام قريبة ان شاء الله كمان بند 46 كمان ان شاء الله نشتغل على هذا الموضوع. فاخوان جمعية مسجلة قانونية 100%، وبقي ان انه نتعاون مع بعض، هاي اللي ضايل. بارك الله فيكم.